Dear students of third year pre-college in Egypt, أعزائي الطلبة وطلبات الشهادة الأدبية في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, inshallah, we are going to discuss Unit 8, Lessons 3 and 4. By the end of the lesson, students will be able to discuss environmental problems, use verb plus 2 plus infinitive, or verb plus infinitive plus ing. Let's start. If you look at this picture, we can see cartridge. طبعا كلمة cartridge واضح طبعا من الشكل دوت ديت الجزء اللي بيتعبى حبر فين في الطبعات. تمام؟ بيسموه خرطوشة باللغة الايه الطبعات، ولكن هنا بالانجلش بنسميه cartridge زي ما انت شايف الشكل ده كده دوت اللي احنا بن ايه بنعبي جواه الحبر بتاع الطبعة. Now new vocabulary. Print as a verb. طبعا انا عندي verb يعني فعل وعندي print معناها يطبع. وطبعا هو دوت regular فيبقى print printed printed. Broken. Broken ده الباست بارتيسيبل من الفعل break. واحنا اتفقنا مع بعض ان الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل احنا بنستخدمه في الانجلش على انه ايه؟ adjective يعني صفه. فهنا معناه broken يعني مكسور او عطلان لها معنيين. فطبعا في الحالتين هو ايه؟ adjective صفه بيجي قبل الايه؟ قبل الاسم. Ink. طبعا كلمة ink اللي هو الحبر ودوت noun. Recycle as a verb وطبعا ده regular recycle recycled recycled ودوت معناه ايه؟ معناه يعيد ايه؟ يعيد التدوير. Horrible the adjective صفة معناها شيء فظيع. عليها horrible. Culture. Culture معناها الثقافة. أي ثقافة لأي دولة بنسميها ايه؟ بنسميها culture. Weaving. Weaving ده عبارة عن الفعل weave مضاف إليه ing. فبيدي weaving. طب كلمة weave يعني ايه؟ يعني ينسج. ينسج يعني ايه؟ يعني بيعمل نسيج. وطبعا بنضيف له ing في الآخر. An article. زي ما اتفقنا كلمة article ديت كلمة لها معاني كتير جدا جدا، من ضمنها article اللي هي معناها مقال في جريدة أو مقال في مجلة. برضو كلمة article معناها سلعة. وكلمة article معناها أداة. أنا عندي الكلمة article عشان بس فاهمين إن ممكن كلمة واحدة English يكون لها اكتر من معنى في اللغه العربيه. كارتريدج زي ما احنا بينا الصوره بتاعتها في الاول وقلنا دي ايه الجزء اللي بيتملى انك او حبر. تيريبل. تيريبل زي كلمه هوريبل برضو معناها شيء فظيع وده بنسميه نيجاتيف كونوتيشن. يعني الكلمات دي بتديني نوع من زي الطاقه السلبيه، حاجه سلبيه، حاجه مش كويسه. حاجه مش كويسه. بريكس طبعا بريكس بلورال دوت جمع لان انا عندي بريك اللي هي معناها الايه؟ معناها الطوبه ويبقى بريكس معناها الايه؟ معناها الطوب. هيد تيتشر طبعا الهيد تيتشر ده بيكون مدير الايه؟ مدير المدرسه. بلوج بلوج اللي هي المدونه والمدونه ديت بيكون الشخص بيكتب فيها جميع الابحاث بتاعته او الشغل بتاعه بيرفعه عليها على الانترنت. traditional traditional دوت adjective صفه معناه شيء تقليدي. traditional شيء تقليدي. يعني تقليدي يعني الناس خلاص اتعودت عليه وشافته اكتر من مره وعارفاه وحافظاه من زمان. ما هوش جديد، لا ده قديم. thread طبعا thread ده noun اسم معناه الخيط thread.
colorful. adjective صفه برضو معناها ملون، حطها قبل الاسم عشان تقول ان الحاجه دي ملونه مثلا. waste، waste اللي هي القمامه، waste زي برضو كلمه ايه، كلمه رابش، ممكن نسميها برضو النفايات waste. farming الزراعه، جاي من farm يزرع، ويطلع منها farmer الفلاح او المزارع. we all يعني احنا بنأكد ان كلنا، احنا كلنا عملنا حاجة، او we all. football field طبعا field اللي هو بنسميه الملعب بتاع كرة القدم، بنسميه football field. fishing nets طبعا لو لاحظت في كلمة football field وكلمة fishing nets، الاول football field، football لوحدها ده noun، طب وfield noun تاني، لا يعني ينفع كلمتين noun ورا بعض؟ لان ده اسمه compound noun، الاثنين مرتبطين. fishing nets اللي هي ايه بقى؟ طبعا كلمه net الشبكه، ونتس الشبكات، طب وفيشنج الصيد، برضه noun وnoun، شبكات الصيد compound nouns. fabric اي قماش بنسميه fabric. carpet دية السجاجيد، اي سجاده بنسميها carpet. discussion ده noun والفعل بتاعه discuss معناه يناقش، discussion المناقشه. transport دي تنفع noun وتنفع verb، بس هي عندنا هنا noun معناها ايه؟ معناها النقل، بس برضه transport تنفع ايه؟ تنفع verb معناها ينقل. design طبعا الديزاين دوت بيكون التصميم او يصمم، برضو الاثنين، وناخد بالنا ان الجي سايلنت، سايلنت جي. ليذر، ليذر الجلد كناون طبعا. كولكت يجمع، كولكت يعني يجمع. ناو وي هاف prepositions اللي هي حروف الجر اللي بتتحط بعد الافعال او بعد الصفات، ممكن برضو مع الاسماء على حسب. نشوف throw away طبعا ده verb يلقي او يرمي، throw away. connected to مرتبط او متصل به، متصل به. on loom طبعا loom ده النول، ده يعني آلة قديمة بتستخدم في النسيج. make something into بيحول شيء الى شيء تاني. think of بيفكر في حاجة معينة حرف الجر of. agree with تنفع STH اختصار لكلمة something يعني مع شيء، أو somebody مع شخص. bad for سيء لي، حاجة دي غير صالحة، الشيء ده غير صالح مثلا للأكل أو غير صالح لاستخدام، bad for. surprised to plus infinitive surprised مندهش متفاجئ، وجيب بعدها تو وجيب بعدها infinitive. at university في الجامعة طبعا at هنا حرف جر للمكان بيجي مع كلمة university. great for ده شيء عظيم جدا لي، لإيه بقى؟ نبدأ نتكلم حسب الموضوع بتاعي. do with and do without يعني يقدر يعيش بكذا أو يقدر يعيش بدون، تمام كده؟ يبقى do with do without. learn about بيعلم عن، يعني عنده معلومات عن موضوع، learn about أو بيتعلم. expressions and collocations عندي تعبيرات وعند الكولوكيشن زي ما اتفقنا قبل كده هو عبارة عن verb بيجي مع صفة معينة أو مع اسم معين مرتبطين ببعض. why don't we طبعا السؤال ده بيستخدم في حالة ايه؟ suggestion اقتراحات. why don't we go to the cinema. start a project the collocation لازم الفعل start يجي مع الناون project، start a project. write emails يكتب الايميلات برضه ده كولوكيشن.
do research يقوم بعملية بحث برضو الفعل do مع النون research make a plan يعني ايه make a plan طبعا عندي كلمة plan تنفع noun وتنفع verb يعني الاثنين صح فانا لو اعتبرتها verb هيبقى plan بس لو اعتبرتها noun يبقى make a plan يعني ايه يعني بيصنع خطة وبيعمل خطة معينة طيب keep something clean انا عندي كلمة keep يعني بيحافظ على الشيء ده clean يعني نظيف بيحافظ عليه شيء نظيف جدا يبقى keep something clean let plus pronoun plus infinitive let me help you وده بنسميه offer عرض بعرض على شخص معين ان هو ايه ان انا اساعده فبقول let me me ده ايه pronoun ده ضمير وبعدين infinitive ايه help يبقى let me help you find a way find a way find يجد way طريق او طريقه يعني مثلا انا مش لاقي طريقه احل بيها المساله وبعدين لقيت يبقى find a way او انا ما كنتش عارف اروح مكان معين والحمد لله عرفت طريقه اوديني المكان ده يبقى find a way ask for help يطلب الايه المساعده زي مثلا the student asks for help يطلب المساعدة teacher helps him derivatives المشتقات يعني ايه يعني ممكن اخد كلمة واحولها لكلمة تانية بنسميه ايه parts of speech اجزاء الكلام noun verb adjective adverb وده كله بيتحول من نوع لنوع بإضافة prefix او suffix بضيف prefix المقطع اللي في بداية الكلمة أو suffix المقطع اللي في نهاية الكلمة عشان أغيرها من part إلى another part of speech tradition traditional هنا زودت إيه AL ده إيه suffix حولها من إيه لإيه من noun لadjective horror horrible horror ده noun اللي معناها رعب أو فظاعة ويجي منها adjective horrible color colorful success successful انا هنا عملت ايه غيرت في الشكل بتاع الكلمه وبالتالي حولتها من اسم الى صفه from noun to adjective verb into noun هجيب بقى الفعل واحوله لايه واحوله لنون اسم طيب ازاي عندي مثلا discuss discussion انا هنا حولت من الverb الى الايه الى النوم weave weaving او weaver لان انا عندي النوم نوعين انا عندي نوم باضافة ing يبقى حولته من فعل الاسم أو حولته للفاعل بتاعه ويفر الشخص اللي بيقوم بعملية النسيج تمام يبقى أنا ممكن أحول noun اسم أو بحول إلى الفاعل اللي قام بالإيه بالفعل collect collection أو collector collector ده الشخص اللي بيقوم بالإيه بيقوم بالفعل في عندي syllables بقسم الكلمة إلى مقاطع طيب ايه فايدة تقسيم الكلمة المقاطع؟ ان انا بعرف فين الاسترس يعني استرس يعني وانا بنطق الكلمة بأكد على مقطع من المقاطع دي بيكون هو اقوى من غيره طيب الجزء الاولاني two syllables يعني مقطعين اتنين بس فانا عندي مثلا كلمة problem عبارة عن مقطعين problem يبقى انا عندي هنا ايه مقطعين طيب المقطعين دول هعمل فيهم ايه؟ بروب الاولانية ولم التانية انا راسم رسمة زي ما انتم شايفين كده الرسمة دي بتوضح ان الجزء الاولاني هو الايه؟ الاقوى من الجزء التاني يبقى برو اوضحها اتقل عليها وانا بنطق
اما الجزء الثاني احاول اخفيه شويه، يبقى problem problem، يبقى ده النطق الصح بتاعنا. طب الكلمه اللي بعدها cartridge، دول مقطعين، المقطع الاولاني هو ايه اقوى، يبقى cartridge cartridge. طيب الكلمه اللي بعدها plastic، مين الاقوى؟ الاولاني plastic. printer rubbish transport farming. يبقى انا كده وضحت نطق الكلمه بيكون ازاي بعد ما قسمتها المقاطع. طب اللي بعد كده بقى، في عندي 3 syllables ودون حاجتين، في منهم المقطع الاوسط اللي في النص هو الاتقل عليه ستريس، والنوع الثاني اللي بعد كده المقطع الاول هو عليه ستريس. يبقى expensive recycle discussion pollution connected. طب اللي بعد كده family horrible terrible history energy. كده انا وضحت ان انا لما بقسم الكلمه المقاطع بعمل ايه؟ هنطق المقطع اللي عليه ستريس اتقل من بقيه المقاطع، سواء كانت الكلمه تو سيلابلز او ثري سيلابلز زي ما احنا شايفين في الجدول الموضح قدام. طيب ليتس، انا عندي بقى دلوقتي الجرامر، عندي الافعال في الانجليش هتتقسم الى قسمين. القسم الاول verb plus two plus infinitive زي need، I need to study hard. I need to eat. I need to play. وهكذا. طيب plan. I plan to travel abroad. I choose to. يعني إذا الأفعال ديت بيجي بعدها to plus a infinitive. طيب الجزء الثاني بقى verb plus ing. I keep listening to music. I avoid watching TV. I enjoy traveling abroad. I suggest going to the cinema. I imagine having a plane. وهكذا. يبقى إذن الجزء الأولاني to plus infinitive، أما الجزء الثاني بيكون verb plus ing. Now let's start our questions for today. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. One. If we keep burn fossil fuels, climate change will get worse. طبعا الفعل اللي عندي burn عايزين نحطه في الصيغه الصحيحه. يا ترى keep بعده ing ولا to plus infinitive؟ We need use more renewable energy. Three. The government plants a lot of trees along the sides of streets. Four. You can choose to recycle your plastic bottles. 5. We can avoid cut down trees by building the road in a different place. Here, complete the blog with these verbs. Building, decide, to use, to build, leaving. Building causes 6% of our greenhouse gases. If we keep houses in the same way, global warming will continue. I think we should to build houses that need less electricity from fossil fuels. We can do this by planning houses that reuse renewable energy. We should also avoid all our electrical equipment on when we are not using it. Okay, let's see these students. Just write the number and the correct word next to it. Brilliant. Let's move to the following questions. Choose the correct words. One. What do I need to buying from the shops, mom? Two. That bird keeps to making a loud noise. Three. Ahmed has chosen to studying maths at university. Four. You should avoid to sitting on that wall because it is dangerous. Five. Do you enjoy to playing the piano? Six. My family has decided to going to Jordan next year. Choose the correct words to complete the blog. We all enjoy to have or having new mobile phones, but what should we do with all our old phones?
should we keep throwing to throw them away? Remember that it is not easy to make mobile phones. They need to have or having a lot of important materials inside them. When you throw away a phone, these materials can be very bad for the environment. I think that one day we will not need to buy or buying a new phone every few years. People will design phones that can use the latest technology, even when it changes. Then we will avoid to throw or throwing away old phones that will be very good for the environment. Excellent. Complete the text with these words. Fabric, loom, threads, traditional, weaver, weaving. There are a lot of arts in Egypt. I learned about the traditional art of at school today. I uses a machine called a this crosses under and over each other to make weavers can make very beautiful things. Brilliant. Read and complete the text with words from the following list. Well, weaving, weave, loom, wood, carpets. My grandmother is very active. Her favorite hobby is she has an old which she uses to many beautiful carpets. I always ask her to teach me that nice hobby, and I think she teach me how to do it soon. Brilliant. Choose the correct answer. One, throwing rubbish in the streets is horrible behavior. The antonym of the word horrible is A, terrible, B, lovely, C, busy, D, ugly. طبعا antonym يعني العكس، بفكركم بس بكلمة antonym يعني العكس. Brilliant, Thomas. Two, we add the suffix to get the adjective from the word color. A, F-U-L, B, M-E-N-T, C, N-E-S-S, D, I-N-G. Three, your methods of teaching are traditional. You should change it. The synonym of the word traditional is A, useful, B, well-known, C, modern, D, old-fashioned. Synonym معناها مرادف. Brilliant. Four, this happens from a short time. It's that news. A, free, B, old, C, latest, D, usual. Five, is cloth or material which can be used to make cloths. A, fabric, B, metal, C, skill, D, skin. Brilliant. To get the opposite of the word broken, we add the prefix A, D-I-S, B, I-L, C, I-M, D, U-N. Brilliant. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. One, there is no bread, so we need to go to the baker's. هنصلح الفعل نقول لبنفسي. Two, if you keep eating sweets, you have bad teeth. Three, Ahmed not come to school tomorrow if he feels ill. Four, I decided to buy a water bottle that I can reuse from the shop. Five, if you not avoid cutting down our rainforests, we want to stop climate change. Brilliant. Good job. Good job. Brilliant. Thank you very much, dear students, for this session today. So, Governorate, and this is me, Waleed Radi, the Qahria Governorate. Wishing you every success in your life.